السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة رقم 9 من سلسلة تعلم قراءة المخططات الهندسية من البداية إلى النهاية. تحدثنا في الحلقة السابقة على تسليح الإسكاليي أو السلم أو الدرج، وفي هذه الحلقة بحول الله راح نكمل مع لاسويت أو مع الخطوة المقبلة والموالية. ولمن التحقوا بنا في هذه الحلقة ولم يتابعوا الحلقات السابقة، يمكنكم الرجوع إلى الحلقات السابقة عبر الرابط الموجود في وصف هذا الفيديو. وإذا أحببتم المحتوى الخاص بنا فمرحبا بكم عن طريق الاشتراك معنا وتفعيل الجرس لتصلكم الحلقات القادمة. إذن كما تشاهدون نحن في المرحلة الخاصة بالبلونشي أو البلاطة كما تشاهدون هنا. بعد ما انتهينا من الأعمدة والسلالم لابد من الانتقال إلى البلونشي. عندما أقول البلونشي أعني البلاطة أو السقف. في هذه الحالة الخاصة بنا لدينا بلاطة من أجسام مفرغة أو بلونشي أون كوركرو، كوركرو هكذا، أجسام مفرغة أو كوركرو أو لوردي كما تشاهدون هنا. الألوان أو الخطوط التي بالأصفر هي الخاصة بليبوترال أو الرويفيدات، ولو نريد أن نشاهدها في مقطع يعني البلونشي في مقطع فسنذهب إلى المقطع واحد واحد. هنا لدينا بوتر بي أس يعني بوتر سيكوندير أبعادها 35 على 45 أو رافدة ثانوية أبعادها 35 سنتيمتر على 45 يعني 35 في العرض و 45 في الارتفاع. عندما نذهب إلى المقطع واحد واحد سنشاهد هنا ماذا لدينا. سنجد هنا عندما قمنا بهذا المقطع هذا ما شاهدناه، العمود 35 على 35، ثم هنا تشاهدون 25 ثم 16 ثم 4. ماذا تعني هذه الأرقام؟ الأربعة هي الخاصة بالطبقة الخرسانية التي نضعها فوق البلونشي أو البلاطة. 16 سنتيمتر هي الخاصة بالأجسام المفرغة أو اللوردي، والخمسة والعشرون هي الباقية. عندما نجمع الكل سنجد 45، هذا هو المقطع، هنا العمود وهنا شكل الرافدة كيف تأتينا. هذا المقطع واحد واحد. لو نذهب إلى المقطع اثنان اثنان هنا سنشاهد هذا المقطع، يعني من هنا لا يوجد أي شيء وهنا توجد البلونشي. سنشاهد هذا المقطع يعني نفس الشيء بالنسبة للعناصر أو الترقيمات أو الأبعاد. وإذا ذهبنا إلى المقطع ثلاثة ثلاثة سنشاهد هنا بوتر برينسيبال أو رافدة أساسية أبعادها 35 45 في هذا المثال، الأبعاد هي نفسها. وسنشاهد من هنا الرافدات أو البلاطة، وهنا لدينا بالكو أو الشرفة. الشرفة هنا ليست يعني نوع البلاطة نفسها مثل البلونشي الخاصة بنا، وهي من الأجسام المفرغة لذلك سنشاهدها بهذا الشكل. من هنا نجد المدخل الخاص بالمنزل أو البلونشية الداخلية، وهنا نجد الشرفة، ها هي أبعادها 1.30 متر وجميع العناصر. هنا هذا المكان كما قلت هو المكان الخاص بالأجسام المفرغة. ولكي تفهموني جيدا، عندما نقوم بمقطع مثلا داخل البلاطة أو داخل البلونشي بهذا الشكل هكذا، يعني داخل البلاطة الخاصة بنا، هذا هو العنصر الذي سنشاهده. لكي تفهموني جيدا، هنا لدينا الرويفدة أو البوترال التي شاهدتموها في قبل قليل باللون الأصفر هنا، وهنا التسليح الخاص بها 3 دوز فيل يعني 3 أسياخ 12 مليمتر طولي بشكل طولي، وهنا 1 تيدوز فيل
يعني واحد عمود قطره 12 مليمتر طولي، وهنا أيضا شابو، وهنا لتري أو الكادر بسيس اسباسمو 15. هذا هو المقطع الخاص بالرويفيدا. وهنا لدينا الأجسام المفرغة التي قلت لكم أن أبعادها من هنا إلى هنا هو 16 سنتيمتر، وهنا الطبقة التي تبقى وهي الخاصة بالخرسانة يعني 4 سنتيمتر. ونسيت نقطة هنا لم أوضحها وهي التريسودي أو الشبكة. الشبكة هنا بقطرها يعني 5 مليمتر، أبعادها متر يعني 15 سنتيمتر على 15 سنتيمتر، نجدها في المقطع بهذا الشكل. ها هو الشبكة تأتي هنا، ها هي هنا مثلا. هذا المثال ليس نفس المثال الموجود في المخطط، ها هو تي اس، يعني تي اس عندما تقرأ تي اس يعني تريسودي، لا أعرف اسمها باللغة العربية، أعرفها فقط اسمها الشبكة. لمن يعرف الاسم فليشرفنا به في التعليقات. هذا كما قلت بالنسبة للمقطع الخاص بالشبكة أو بالبلونشي. هناك أنواع أخرى من البلاطات سنحاول أن نشرحها في الحلقات المقبلة إذا كان هنالك متسع من الوقت. وكما قلت هنا الخط الموجود باللون البنفسجي تجد هنا 16 زائد 4 أو 16 زائد 5 إلى آخره. 16 كما قلت هو سمك الأجسام المفرغة، والأربعة هي الخاصة بالطبقة الخرسانية. هنا بلوس 3.50 أو زائد 3.50 هو ارتفاع الطابق، وهنا هذه الأبعاد لم أذكرها هي الجسم المفرغ أو اللردي هو 65 سنتيمتر، لذلك نضع 65 يعني من الطرف إلى الطرف نجد 65 سنتيمتر، ونضع يعني داخله التريسودي. هذا كل شيء بالنسبة للبلونشي. وطبعا نجد هنا الأبعاد بدون أن ننساها، الأبعاد بين كل محور ومحور لا ننساها هنا، والبعد الكلي. لدينا أيضا المحاور A B C D E 1 2 3 4. هذا كل ما في الأمر بالنسبة للبلونشي. في الحلقة المقبلة ستكون حلقة مهمة جدا، سنتحدث فيها عن أهم عنصر وهو ليبوترال أو ليبوتر عفوا ليبوتر بورتوز وليبوتر سوكوندير أو الروافد الرئيسية والروافد الثانوية، مع المقاطع ومع ذلك ومع يعني طريقة حساب لشابو وكل العناصر الأخرى. لذا أتمنى أن تشتركوا معنا وتفعلوا الجرس، وكذلك تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.